طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله ما حيكون عندي نقاط جديدة، لكن من باب التأكيد وفي بعض الكلام يحتاج إلى زيادة، مش لأن أبو بكر ما زاد، ولكن لأن الناس ما يعرفون عن هذا الرجل كثير. طيب، والمسائل هي ما مرتبة. المسألة الأولى كما نقل عنه الشيخ أبو بكر، وهذه مسألة تدل على جهله، أنه يقول إذا قلت ذكر الاسم واجب فهذا يلزم منه تأثيم من فصل التوحيد. أبو بكر نقل لك كلامه مفصل، يعني أنت إذا فصلت في التوحيد وما ذكرت الأسماء فهو عشان يرد عليك بيقول لك يلزمك إن الزول ده آثم. طيب، وده يا أخواننا فيه عدم في مسألة يعني أن هذا دي واجبة ودي مسألة بيانها أبو بكر، لكن أنا بس حبيت أؤكد عليها. ده ما يعني أنه يا أخواننا إذا أنا خليته ما ذكرتها في موضع من المواضع رؤوس أهل البدع في الدروس والخطب والمجالس لتحذير الناس منهم، قناة عبد الله السلفي على اليوتيوب قال نعم لا شك هذا يعني أصل لا بد منه، إذا كان شرهم قد انتشر وشاع وذاع وظهرت آثارهم السيئة على الأمة نعم يحذر منه، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة أكبر كما قدمنا. ودانا مسئل له بشيء بسيط يا أخوان، الإنسان في الصلاة الواجب عليه أن يقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فهذا يدل أنه كونك تلزمني بلازم زي ده معناه أنت أصلا زول جاهل. طيب، المسألة الثانية أنه يريد أن يبطل الرد عليه، لما تيجي ترد عليه بيبطلوا بألفاظ مجملة، من هذه الألفاظ يقول لك دعوتك ما واضحة، ودي أخونا أبو بكر بيّن فيها. أنا دار أوري إنه ده من منهج الزول ده، بيذكر لك ألفاظ مجملة، ومعروف منهج السلف كما قال ابن القيم في الألفاظ المجملة أنها لا تنكر بتفصيل أو لا تنكر بعموم ولا تثبت بعموم، وإنما يفصل فيها كلفظة المكان كما ذكر العلماء، فتقول له إن أردت بالمكان أن الله في العلو والآيات الواردة والأدلة الواردة في العلو فنحن نثبت العلو وتلتزم باللفظ الشرعي، وأما أردت بالمكان أن الله يحتاج إلى المخلوق فننزه الله عن ذلك. فالشاهد من الكلام أنه يذكر ألفاظا مجملة، فلما يجي يقول لك دعوة ما واضحة، فهمت؟ هذه لفظة مجملة. النبي عليه الصلاة والسلام زيادة في الأدلة بيّن البيان الذي أمره الله سبحانه وتعالى به، كما قال الله عز وجل وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فهذا يدل على أن مسألة الصراحة ومسألة الوضوح هي مسألة مضبوطة عند السلف، وكما قال الشيخ الفوزان قال على وجه يفهمه إن أراد الفهم، أنت بتبين ليزول على وجه إن أراد أن يفهم يفهم، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقد بيّن الله هذه المسألة أي مسألة التوحيد، قال وضرب لها الأمثال بما يفهمه العام البليد، فهمت؟ ده برضو ضابط إنه لو البليد فهمني واستحضر وفك طوبة ده ما ده 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 يعتبر شنو؟ ده يعتبر ذاته من يعني من الأمور التي أعرف بها إنه أنا بينت بيان واضح. فمسألة ذكر الألفاظ المجملة دي أخواننا ويقول لك طوالي وما طوالي بيّن لك أخونا أبو بكر. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، الحديث عند مسلم. ما معنى وكفر بما يعبد من دون الله؟ أي اعتقد بطلان هذه الآلهة. طيب، كيف يعتقد بطلان هذه الآلهة وهو لم يبين له أن هذا الطاغوت المعين، هذا الطاغوت أنه على انحراف وأنه على ضلال وأنه على شرك وأنه
مخالف للتوحيد. فالمسألة واضحة. طيب مسألة ذكر الأسماء برضو أنا عندي فتوى للشيخ ابن عثيمين من أراد أن يراجع مقطع بعنوان من كان داعيا لبدعته فيتعين تسميته تحذيرا للناس من اتباعه، ده برضو مقطع للشيخ ابن عثيمين. والعلماء كلهم الإنسان إذا قرأ كلامهم يقسم المبتدعة إلى قسمين، قسم منطوي على نفسه كما قال الشيخ الألباني، أنا أقرأ لك كلام الشيخ الألباني، قال وأهل البدع لهم حالتان، إما أن يكون منطويا على نفسه أو أن يكون مشهورا بين الناس، ففي الحالة الأولى لا داعي للتشهير به، والكلام نقول لك شيخ أبو بكر من كلام الشيخ ربيع وغيره، قال لا داعي للتشهير به لأن ضرره محصور في ذاته، أما في الحالة الأخرى فلا بد من التشهير به والتحذير منه حتى لا يغتر الناس الذين يعيش بينهم به، وليس ذلك من الغيبة في شيء كما قد يتوهم بعض المتنطعين، وحديث الغيبة ذكرك أخاك بما يكره هو من العام المخصوص، وقد ذكرت لكم قول بعض الفقهاء في بيتين من الشعر جمعوا فيه الغيبة المستثنات من الحرمة، فقال قائلهم القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. أما المبتدع والتشهير به يدخل في التعريف ويدخل في التحذير، ولذلك اتفق علماء الحديث جزاهم الله خيرا، وهذه إضافة إلى الإجماعات التي نقلها الشيخ أبو بكر، قال ولذلك اتفق علماء الحديث جزاهم الله خيرا على وصف كثير من رواة الحديث على ما كانوا عليه من ابتداع في الدين، وهذا كله من قيامهم بواجب البيان للناس، فلا يتم واجب البيان إلا بذكر جنو المبتدع وعيانه، حتى يعرف الراوي الصائب عقيدته والراوي المبتدع وعقيدته المنحرفة عن الكتاب والسنة، وبنفس التفصيل ذكره الشيخ ابن عثيمين فيما ذكرت لك آنفا. طيب أيضا يحاول يا أخواننا إبطال أو التشكيك في ردود إخواننا عليه بقاعدة هي صحيحة لكن هو ينزلها حتى على إخواننا، بيقول لك النازل عندهم قاعدة اعتقد ثم يستدل، يقول لك كده اعتقد ثم استدل، هذه القاعدة من قواعد أهل البدع. فأولا القاعدة دي فيها إلباس الراد لباس الهوى، يعني قال أخواننا ناس نبيل وغيرهم قال ده شغالين بقاعدة اعتقد ثم استدل، صحيح هذه القاعدة صحيحة عرفتها، لكن دي بلبسها لأخواننا. القاعدة صحيحة يعني أهل البدع والأهواء يعتقدون أولا ثم جنوا ثم يستدلون، جزاك الله خير على التنبيه، يعتقدون أولا ثم يستدلون، وهذا معروف عند أهل السنة والجماعة أن هذا من الباطل، الإنسان أول حاجة يستدل ثم جنوا ثم يعتقد. طيب هو بقول لك مسلك هؤلاء الشباب نفسي مسلك أهل البدع، فبقول لكم بيعتقد أول ثم يستدل، وهذا في أولا رمي إخوانه بالهوى، لأنه اللي بيعتقد أول ثم يستدل ده إنسان شنو قال عنه الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ثم أنهم أصحاب أهواء لأنهم ثم يستدل. طيب ويفهم الإنسان من ذكري لهذه القاعدة أن هؤلاء الشباب يستقلون بفهم النصوص عن فهم العلماء والسلف وهذه الكتب، ودي المراجع والناس ترجع إليها إن شاءت. طيب نقول له هل منهج السلف محفوظ ولا ما محفوظ؟ لأنه إذا تركنا فتحنا أي زول يستدل، يعني مثلا هو جاب أدلة أجي نقول له أنت شغال بقاعدة اعتقد ثم استدل، كده جنو كده أنا كتلت الموضوع، يعني بقى الموضوع ليس هو رد عليه وليس هذا الخلاف خلاف حقيقي وليس هو خلاف في منهج الدعوة وهكذا، فبنفس الطريقة اعتقد ثم استدل. أي واحد يقول لك خلاص طيب أنت بتنزل علي ليه؟ خلاص يا أخواننا باركوها نلم ما سوى ونمشي، لا الكلام ما كده. هل منهج السلف ده محفوظ ولا ما محفوظ؟ محفوظ. طيب عنده مراجع ولا ما عنده؟ عنده. السلف تكلموا عن هذه المسألة ولا أنت أول من تكلمت عنها أو نحن أول من تكلم عنها؟ عنده مراجع، يبقى نرجع للمراجع التي رفعت الآن وذكر منها الكلام
موثقا. طيب برضو نقطة أشار لها أخونا أبو بكر جبيل في مسألة ذكر الجواز في مسألة ما، يعني السلف لما يقول لك هذه المسألة تجوز، إخوان هذا لا ينفي عدم الوجوب. مثلا الصلاة في الجماعة حكمها شنو؟ واجبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة. هل ده معناه إنه صلاة الجماعة ما واجبة لأنه ثبت لصلاة الجماعة فضل؟ هل هذا الكلام يستقيم؟ ما يستقيم. فكون المسألة تكون واجبة أو يكون لها فضل هذا لا يعني شنو؟ عدم وجوبه. وإلا أول كتاب التوحيد بتلقى أول حاجة كتاب التوحيد وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبعد ذلك بتلقى شنو؟ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. تاني بتلقى شنو؟ ها؟ الخوف من الشرك. وتجي تلقى من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهو يعني كأنما يستغل هذه المسألة في إنه داري يبطل بها وجوب ذكر أهل البدع والأهواء. طيب وكلام كثير، في كلام للإمام ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين، نقل آثار كثيرة منها أثر عبد الرحمن بن مهدي أنه مر مع سفيان الثوري برجل فقال كذاب والله لولا أنه لا يحل لي أن أسكت لسكت. ده زول بيكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذه كبيرة من الكبائر إلا أن يستحلها كما قال العلماء. فكيف بمن يقول للناس زي محمد المنتصر شيخي بيقول للشيء كن فيكون ونظرة ومدد؟ ده كفر بالله، كفر أكبر وشرك أكبر في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. هذا ما يجب ذكره؟ إذا كان الكذاب ده لا يحل السكوت عنه فكيف بمن يقول شيخي بيقول للشيء كن فيكون؟ طيب قال أبو حاتم طيب بس لو في ضوء ولا حاجة. ولا هنا بس. أيوة بس دار النور هنا. طيب قال أبو حاتم فهؤلاء أئمة المسلمين وأهل الورع في الدين، أباحوا القدح في المحدثين وبينوا الضعفاء والمتروكين وأخبروا أن السكوت عنه ليس مما يحل وأن إبداءه أفضل من الإغضاء عنه. وقد تقدم فيه أئمة قبلهم ذكروا بعضهم وحثوا على أخذ العلم من أهله إلى آخر ما قال. طيب بس أنا عندي تعليق واحد وحديث واحد في مسألة سب أهل البدع، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في من يتكلم والإمام يخطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاشنو لا ما بيس خطيب القوم. أيوة فهو كالحمار يحمل أسفار. طيب بس أنا عندي نقطة واحدة وهي بيان وتوضيح وهو مهم يا أخوان. إن أخواننا مع أن هذا هو منهج السلف في باب الردود وذكر الأسماء وأنه واجب ومتعين ويترك للمفسدة أو عدم وجود المصلحة، إلا أنه لا يجوز أن يخاطب به الإخوان السلفيين. أخواننا السلفيين ما بجوز، حرام وكبيرة من الكبائر أن تخاطب به إخوانك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا نقصد به إشنا يا أخواننا؟ أخواننا السلفيين. افتح فرصة يا أخوان. يتعلق على وزارة الله ينفع بعض الرحمن إن شاء الله. علق على وزارة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحابته وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار علق في موضوع أبو عمران حاجة بخصوص أنا كيف إذا عملت مع موضوع أبو عمران كان في المرحلة الأولى في الثناء عليه، كنت بسمع على أبو عمران وبدل الناس عليه وما دسيت يوم واحد إنه أنا كنت بسمع على أبو عمران،
بقول للناس امشوا احضروا دروسه واستفيدوا منه. الكلام ده هوى مني ساكت، قلت للناس امشوا احضروا دروس ابي عمران. لا لا، اخونا عبد الاله جزاه الله خير قال الزول ده سلفي وما عليه شيء وما شايف منه شيء. طيب ده كان جانب. في جانب تاني كان بينتقد ابي عمران وبيقول ما يحضروا له وبيحذروا منه، اللي هم منه نبيل واخونا شنان واخونا ابو بكر آداب، الشيخ ربنا يحفظه ويثبته على الحق. مشيت لنبيل ما قاعد اقابل ابو بكر آداب، ما برد تلفونه، كان دقينا له دي حاجه معروفه مع الحلقات محمد عوض مين من العربيه بيمشوا ما في طريقه تقعد تتكلم معه. قابلت نبيل. طيب يا نبيل الحاصل شنو؟ ابو عمران ماله؟ ابو عمران مجرم، انت منو انت؟ بس كده ساكت؟ ايوه كده ساكت، كده ساكت انا ما بقبله الا تفسر لي الجرح في ابو عمران عشان انا شنو اقول عبد الاله غلطان، لكن غير كده ما بقبله، فهمت؟ لانه ده منهج ودي دار الشيخ ذاته شنو يعلق عليها. حسي لا من جينا خاشين، ودي قبل المرحله دي بعض المرحله الثانيه، اول دي خليها في وقتها. المرحله الثانيه سمعت كلام من ابو عمران، نقل لي اخونا محمد كيك واخونا خالد انه بيقول ابن عسيمين ما عنده ردود. قلت لهم الكلام ده باطل من ابو عمران، لكن لا يحذر منه، انما يصحح ويوروه يبينوا لنا ابن عسيمين عنده ردود. دي كانت المرحله شنو الثانيه. تمام، المرحله الثالثه بعد ان سمعت هذا الكلام من الشيخ ابو بكر آداب في انه بيقول طيب بيقول ما واجب تذكر اسماء المشركين، ودي كانت بالنسبه لي والله كلمه القال دي كلمه بجد ثقيله كانت علي، لكن جزاه الله خير ابو بكر آداب انه قالوها له عشان يجي يبين لنا ما كنا عليه في العهد الاول في زمن الدعوه كانت في سوق اللفه. لما كنا بنقول سب آلهة المشركين دين ومصادمة دين، وكنا بنصادم لحد ما شنو لحد ما بعض الناس قالوا فارس شديد وما عارف عنده شدة، لما بننكر على اللي بيقولوا لنا ما تشدوا على الصوفية، فهمت؟ لما كان بيجوا بعض اخواننا ما سامعين التواصل هذه، وبكره داب كان بيلمنا 15-16 نفر في بيت حامد بيقول لنا سب آلهة المشركين دين ولازم تصادمون. لما نجي نقول الكلام ده بعض الاخوان ما كانوا سامعين الجلسات دي بيجوا بيقوموا بينكروا علينا، بنقول لهم كلامكم ده باطل وده ياهو الدين كده. لا من قالوا فارس شديد على اخوان، فارس شديد على اخوان، وخلونا سكتنا، بقينا باردين ما عارفين نعمل شنو. جات حس الله الحمد لله الموضوع ده جاء، والشيخ ابو بكر آداب اصل الموضوع على ان احنا كنا فيه في الاول، وصدر منه قرار الثالث في ابو عمران انه يحذروا منه وانا حذرته، وما في واحد مش يحضر لابو عمران. ويا نبيل يا اخونا جزاك الله خير، ابني اسمه نبيل اخونا من نبيل ده ما يقول لي هذا زول مجرم ساكت انا ما بقبله، الا تجي تجيب لي الشغل ده تقول لي زول ده عليه كيت 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 عشان ما نتخمى ساكت كفانا خمخمة الله يهديكم. هذا الله اعلم، جزاكم الله خير. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد السلام عليكم. طيب في نقاط يا جماعة مهمة لابد من التعليق عليها والله أعلم. النقطة الأولى كان أبو بكر آداب في رده على أبو عمران أحيانا يشد عليه شدة شديدة، وقد يجد بعض الناس في نفسه من شدة أبي بكر على أبو عمران. وأنا عندي هنا مقاطع ولا بسموها شنو الرسائل بتاعت المهم الحاجات حقتكم دي واتساب ولا شنو كاتبه وبنبذنا فيها عديل ده ابو عمران ذاته عشان ما بزول يطلع يقول يا اخي بس ما كان يشد عليه وما كان وكذا وكذا. الرجل ده بتاع ده ماله يا اخي؟ ها؟ انتهي كده؟ ها؟
طيب عشان ما بزول يقول يا أخي ليه شدوا عليه. أول حاجة الرجل ده بيشد على أخوانه ذاته. دي رسالة من أبي عمران ذاته. دي رسالة من أبي عمران ذاته قال أبشروا بالخير فشهادات الإخوة كثيرة. أكفر ماذا؟ فشهادات الإخوة كثيرة وستخرج في حينها وسيعلم الناس الحقيقة. ده طبعا بعد ما أعلننا للغاء بتاعنا. وسأرد على من يريد إدخال منهج محمد مصطفى في الدعوة السلفية وسأرد على الجهلة. أنت سامع الكلام ده؟ عشان ما تطلع تقول لي شدوا عليه. وسأرد على الجهلة الجهلة المتعالمين ممن تزبب. أنا ما أعرف دي يعني شنو، يعني من الزبيب ولا شنو تحصل في جيل المهم. ممن تزبب قبل أن يتحصرم، برضو دي أنا ما بعرفه ولا دار أعرفه. قرآن وسنة يتزبب ما بعرف. طيب طيب وكم كنت أتمنى أن يحرص الناس على جمع الكلمة. هسه ألفاظك دي بتجمع كلمة؟ الألفاظ دي بتجمع كلمة؟ والغريب أنه ينكر يعني سبها للبدع ويسبنا نحن. هسه ده ما عجيب؟ الهواري ذاته كان بينكر سبها للبدع وبيسبنا نحن. يقول يقول لهم يعتوت ويجي شنو؟ يقول عننا شنو؟ سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، هذا الفوكس الثعلب اللي اسمه الهواري، نفس الشغل. طيب دقيقة دقيقة. طيب قال وكم كنت أتمنى أن يحرص الناس على جمع الكلمة ولكن هناك من يعمل لتصفية حسابات على حساب الدعوة. أزيد أعمل قلوب ولا ما قلوب؟ بيعمل قلوب. هذا كلام فارغ ساكت. فلما نشيد عليه وانت اتحمل واعرف ليش شدينا عليه. خلاص ده واحد. بعد ذاك انه المنهج ده منهج محمد صفا الشيخ ابو بكر بين ليك من الكتب. ده منهج ربنا، ده دين الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد ذاك تسمع حاج مصطفى منهج اي زول بطريقتك، ده منهج ربنا سبحانه وتعالى. قال بعدين في نقطة تانية برضه انبه عليه، انه الزول ده بعض اخواننا الفضلاء الافاضل اصر عليه انه اضرب ليه وادعوه للجلسة. انا ضربت ليه بنفسي خلاص بشهادة نفرين ثلاثة من اخواننا الفضلاء وقلت له تجي الجلسة وبنديك فرصة لو داير ترد لو داير غيره، لانه قلت له كلامك فيه يعني باطل خطير جدا وكذا وكذا. فدعيناه لانه بعض الاخوان قالوا برضو سمعنا قالوا كان تنصحوا قبل ما تردوا عليه. وكلمة كان تنصحوا قبل ما تردوا ردنا عليها ذات زمان مش كده؟ من موضوع الهواري المحطة الثانية. محمد الأمير إسماعيل كان المحطة الأولى، تلك أمة أدخلت خلاص، وبعد ذاك الهواري كان المحطة الثانية. الأمور دي كلها انتهينا منها يا جماعة. في ناس لسه على قلوم بعض هذه الشبهات. طيب لكن في واحد أخ فاضل آخر قال يا أخي الأفضل. صح الأفضل، صح الأفضل، لكن أبو عمران ده يا جماعة أنا والله من أكثر الناس اللي كنت حريص إنه أجمع على الإخوان وكذا وكذا وكذا، وكنت بضرب له برضه. قلت له يا أخي الصفوجية طلعوا الشتايم لابن باز ولا شنو في الحاج يوسف في ورق، رد عليهم وكذا وكذا. وأنا قلت له بطبع عليك الرد كله على أعصابي توزعه للناس خلاص. فكنت حريص جدا إنه أقرب. وحتى الجلسة الأخيرة ده أنا قايل إنه بس الشيطان خش بين الناس وما في أخطاء علمية. الجلسة الأخيرة عشان كده أنا لما قلت يا أخي يعني الناس كلها في النهاية واحد، بس كل ذول خشة من باب آخر وفي النهاية التغوا صح. أخذوها ناس ما أخذ عليه قالوا أنا متناقض. ما متناقض، لكن أبو عمران ده يتضح لي الآن إنه عنده منهجين. لما نيجي يقعد قدامنا نحن يقول لابد من الكذا على أهل البدع ولابد من الهذا و يمشي يقعد بيناك مع بعض الشباب يقول زي الكلام الرد على أبو بكر هداب الآن، يسجلوا كلام ثاني يناقض تماما ويخالف ويعارض تماما الكلام اللي بيقوله قدامنا. منهجين اثنين، عشان كده ردينا عليه. مش نحن متناقضين وما جلسنا معه ثاني، لانه الانسان ده يا جماعه شنو؟ متلون.
إذا قعدت معه براي نصحته زي ما بعض الإخوة الأفاضل طلبوا وقلت له كذا كذا حيقول لي خلاص جزاك الله خير وهذا ما دين الله به. يطلع تاني يخلو به ثلاثة أربعة شباب يأصل الباطل ده، والكلام اللي قاله ده باطل يا جماعة. وفي نقاط خطيرة أبو بكر رد على الغالب الأعمرة كافي شابي وكذلك الشيخ أبو بكر آداب. طيب وكذلك شهاب وأبو بكر. بعض الإخوان اللي تكلموا فينا في البتاع في الوسائل بتاع التواصل لي واتهموا نياتنا وقالوا يا أخي نحن أي زول قالوا دار يظهر بنحاول نغتسه ولا معنى الكلام يعني عشان نحن برانا نكون ظاهرين يا جماعة في شنو نحن مشاكلين في شنو في زول فينا دار يصل لذهب ولا في زول فينا دار يصل للغصر الجمهوري بتاع شارع النيل أي زول بنشوفه خلاص خرم كده بنقوم نضربه ونرجعه تحت كلام وشنو ذاته ما عندنا حاجة ذا نصلها يا جماعة والله ما عندنا أي حاجة ذا نصلها يا خفهموا يا أخي. فالكلام ده ما يصدر من الناس وأنا أحسب إنه أخواننا اللي قالوا كلام ده بعضهم دي الناس أفاضل وكده نحن عافين لهم نحن دي العافين لهم لوجه الله تعالى خلاص فهما يتحرجوا مننا لو قابلونا يعتبروا الموضوع ده انتهى. لكن موضوع المنهج بتاع أبي عمران لو لقينا زول لسه مصير على الباطل بتاع عمران ده كده ما انتهى يعني حقنا نحن شنو يا جماعة كونه دايرين نغتس حجر ده ودار نصر برانا عافينا لكم. لكن القزول يأصل باطل أبو عمران إنه الرد على أهل البدع ما واجب قال عديل قال عديل بالمناسبة. الآن أشغل لك المسجل ده تسمعه أنا ضابطة هنا ضابطة خلاص المقطع رقم واحد هي خمسة مقاطع قال عديل قال واللي بيقول واجب قال ده باطل مش قال كده زي ده جراه كده ويلزم قال ويلزم منه شنو إلزامات خطيرة وده تنظير. وأبو بكر أنا قال لك إجماعات يا أخي من كتب ابن تيمية المجلد 28 وكتب غيره وغيره من العلماء كلامك ده بعمران هو الباطل ولا ابن جرة ولا باز باطل انتهى الموضوع. لا لا ما انا كلامي انتهى ما فهم. بعدين قال ما بتقدر تلزم العلماء كلهم يردوا التسجيل العلماء كلهم قاعد يردوا ولا محتاجين احنا نلزمهم اي عالم قاعد يرد بعدين ضرب بالعباد وضرب مثال بالعزيمين وغيره كلهم بيردوا لكن هو ما فاهم اصلا كلهم بيردوا حتى العباد ده مشرح الكتب الستة مشرح الكتب الستة والله كلها ردود لكن هو ما فاهم اصلا كلها ردود. واذا كان ما كان اهل السنه ولا الحديث هم اللي بيردوا البرد منه. طيب قال ما بنقدر نطعن في شغل عباد لانه ما عنده اهتمام كبير بعلوم القران واللغه. كذاب. شغل عباد عنده اهتمام كبير بعلوم القران واللغه بس الكتب الستة شرحها دي. البخاري عنده كتاب كامل داخل الصحيح اسمه كتاب شنو؟ عهد العباد فطاو يا اخي زول ما فاهم اي حاجه. بعدين لو زول ده القران علوم القران نجي لعلوم اللغه لو زول ما عنده اهتمام كبير بعلوم اللغه يقدر يشرح الكتب السته يا اخي ده والله كلام غريب من هذا الابي عمران. طيب قال بعدها قال برضه الشنقيطي ومهمين كده ما عارف يعني يقول ما بيتكلم في العقيدة كثير قام يستدرك قال صح عندهم كلام كده معين ولا كلمة نحوها في العقيدة لكن قال غالب شو شيء بسيط لكن قال غالب يتكلموا بالتفسير وفي غيره وفي غيره. القرآن فسروا شنو ناس الشنقيط القرآن ده أكثر حاجة جواه شنو ما أكثر حاجة دي زلطة غلط بالمناسبة ابن الغيم قال القرآن كله توحيد ها الشنقيط شرح شنو التوحيد وين يا أبو عمران. طيب قال لما نرجع على بكر قال مصادمات ودين قال الشيخ الألباني مدح بأنه رجع برا وناقض نفسه. قال الشيخ الألباني مدح بأنه يصادم على البدع وفي الأول قال في رد على أبو بكر والرد كان عليه أصلا على أبو بكر إنه يصادم دي جبتها من وين وما عارف شنو صح ولا ما صح ودليلك او مستندك عليه شنو؟ مشى بس خطوه واحده قال الالباني مدح بانه يصادم اهل البدع وكر اخذها من الالباني في حاجه هنا؟ طيب لكنه بعد ذاك قال حقت الالباني دي قال ده ما يعني انه شنو؟ انه واجب قال مصادمه اهل البدع واجب وذكر لكم بكر ما في داعي للاعاده. طيب قال انتم
استحدثت قال منهج جديد في الدعوة، والواد عامل فيها الألباني في النهاية قال لعله أطلني عليكم. طبعا الألباني كان في مجالسه دائما بيختمها كده خلاص، فقال استحدثت منهج جديد في الدعوة، وتبين لك الآن إنه ده ديننا وده القرآن والسنة. ما في حاجة تاني تقريبا نذكرها. ما تمشوا له الكلام ده قلنا زمان يا جماعة، لكن يا جماعة أنا والله أنصح الإخوان يا أخي والله من باب حب الخير لهم، حتى لو زعلوا بعض الناس أنا داير لهم الخير وبحبهم، بحب لهم الخير. أزول دائما ما يكون يا ما يبحث له في شواذ وفي شوارد ومشاكل يعطلنا ويغلغلنا زي ده خلاص. هسه محنتصر الكلب ده عنده قناة اسمها الخضرة، هسه شغالة. أنا بديت أكتب كتاب وبعض الإخوان برضو، فخلونا عليك لنواصل يا أخي. مش معناته هم قصدهم يعطلونا، لكن المسلك بتاع الفتن والبحث عن الشوارد والشواذ والجديد ده أمر خطأ وباطل واحد. كذلك شدة بعض إخواننا حتى لو كانوا دار غير المنكر على إخوانهم برضو التانين، شدة بعض الإخوان الزائدة الباطلة على إخوانهم برضو من أهل الدعوة السلفية الصحيحة ده برضو باطل، وده برضو مسلك باطل، وده بيطفش الناس، لأنه ربنا قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا يا أخي، الله قال كده لانفضوا من حولك، وربنا قال فبما رحمة من الله لنت لهم قال قبلها سبحانه وتعالى. فزول يليل يا أخوانه يا جماعة، ده الأصل في التعامل مع أخوانك. قال أبو بكر ده كله الأصل في التعامل مع منه، مش كده يا شيخ أبو بكر؟ أي ما تشيله تلصق وبكرة نلقى تقابل أخوك تقول لي يا كلب تعال يا كلب أرجع يا كديس، ده ما له ده يا أخي. أفهم في ناس كمان بيركبوا الطاغية ده في رأس ده، ده ما هو، فده برضو مسلك باطل، ده باطل وده باطل. فمن الليلة يا جماعة نصحح المسار والناس ينطلق في الحلقات وفي الدروس العلمية خلاص، وخلونا من الهوس ده والمشاكل والفتن والأمور الغريبة دي، خلونا ننطلق إن شاء الله ننظف السودان ده من الصوفية ديل، ده يكون مشروع. ليه؟ عشان بركة الله تنزل. ما شوف ده السعوديين ده ربنا يعني أمورهم مجيها كيف؟ لأنه ما في ولا قبر واحد يعبد من دون الله، قبة ما في، قبة واحدة ما في. بلدنا دي ما في بلد ما فيها أقل من 10 جباب، فدي معادلة صعبة جدا. أنا بتكلم مع واحد سعودي بالسعودية بيشرب سجاير، قلت له من نعمة الله عليكم إنكم ما بتعبدوا الجباب. إيش نحن نعبد الجباب؟ قال لي داري ضربني وما فيهم كلامي، قلت له من نعمة الله إنكم ما بتعبدوا. شو الكلام ده كيف؟ شو الكلام ده كيف؟ فناس موحدين نحسبهم توحيد عظيم كثير منهم، والليلة هنا الأغلبية مشركين، الأغلبية مشركين. فاشتغلوا في ذا يا جماعة واهتموا بالأمر العظيم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لدعوة الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ده الموضوع هنا في البلد، وده دين الله كده، وده أساس الإسلام وأساس الدين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.